ونبدا مع بعض حلقه جديده ونقول يا صباح الفل والجمال على اجدع واحلى ناس في كوكب الارض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقه جديده وحلقه رايقه كالعاده. وحلقه النهارده يا ساده من سلسله تطبيقات الربح من الانترنت للمبتدئين. والنهارده ان شاء الله معانا لعبه جديده. اللعبه بتاعت النهارده الشركه اللي عاملاها هي اللي عامله تطبيق جو نوفل وتطبيق لاكي توك اللي انا شرحتهم قبل كده، ولسه لحد النهارده والله العظيم بسحب منهم. انا ساحب من جو نوفل من اسبوعين 250 جنيه، يعني التطبيقات دي كلها صدقه لان الشركه دي صدقه وانا بتعامل معاهم من زمان. وعلى فكره والله العظيم الفيديو بتاع النهارده وصيامي، انا صايم لسه الساعه 12 الظهر وصيامي، الفيديو ده ما اعلان خالص، ولكن فعلا الشركه دي بتعمل تطبيقات كويسه. اي نعم هي مش بتكسبك مبالغ كبيره ولكن بتكسبك مبالغ بسيطه. وخليني اقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وعيد سعيد عليكم كده يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. وبمناسبه العيد برضو خليني اعلن عن مسابقه بالتعاون مع تطبيق كليك 1000 جنيه، اتنين هيكسبوا كل واحد فيهم 500 جنيه، قيمه الجائزه كلها 1000 جنيه، في اتنين هيكسبوا 500 جنيه، يعني واحد واحد، تمام؟ موضوع سهل جدا. شروط المسابقه سهله جدا، انك تحمل ابلكيشن كليك وهتلاقي الصفحه بتاعتي هناك موثقه، وهتلاقي لينك المسابقه في الديسكربشن، وتجاوب على سؤال الحلقه وهيتم الاعلان عن الفائز في خلال يومين ان شاء الله، وهيتم تسليم الجائزه عن طريق فودافون كاش، والموضوع سهل جدا. ولو انت مش فاهم ابلكيشن كليك هسيب لك لينك في علامه الاي اللي فوق، انا كنت شرحه، هو منصه للتواصل الاجتماعي زي فيسبوك كده وانستجرام وتويتر، يعني منصه عربيه كده وان شاء الله تعجبكم. خلينا بقى نخش في موضوع النهارده على طول عشان ما اطولش عليكم. النهارده ان شاء الله هنشرح لعبه بوب ستار وينر. هي لعبه من انتاج الشركه الصينيه اللي عامله جو نوفل ولاكي توك. اول حاجه هنعملها هي هتنزل في الديسكربشن تحت، هتضغط على اللينك هيوديك على طول على متجر بلاي عشان تحمل التطبيق، يا تيجي معايا على متجر بلاي بالشكل ده وتبحث عن بوب ستار وينر، وهي دي اسم اللعبه بتاعه النهارده، تمام؟ هتلاقي اللوجو بتاع اللعبه ظاهر لك دلوقتي علشان ما تدخش كتير وتلف كتير، تمام؟ كل ما هو عليك انك تعمل اللعبه انستول بشكل عادي، وبعد كده تضغط على كلمه فتح. وزي ما حضراتكم شايفين هنا اللعبه محملها اكتر من مليون شخص، وده رقم كبير جدا، وتقييم اللعبه 4.2، ولكن اللعبه ما كانتش شغاله في مصر، لسه بدات تشتغل في مصر الفتره اللي فاتت. هنعمل لعبه انستول ونستنى لحد ما تحمل وبعد كده نفتحها. وزي ما حضراتكم شايفين اللعبه بعد ما عملت انستول انا فتحتها على طول. المهم هضغط على علامه الفلوس زي ما هو بيقول لي كده، بعد كده هيجيب لي الواجهه بتاعه تسجيل الدخول، وهنا مفيش غير اوبشنين علشان تسجل الدخول. الاوبشن الاول عن طريق فيسبوك والثاني عن طريق جوجل، وانا كالعاده واستسهال الوقت هسجل الدخول عن طريق جوجل. وزي ما انتم شايفين بعد ما سجلت الدخول اللعبه فتحت معايا بنفس الواجهه، ولكن انا كده سجلت الدخول عشان يبدا يحسب لي وابدا اعدي ليفلات والعبها. فكره اللعبه بسيطه جدا، هي تقريبا زي كاندي كراش، يعني انت المفروض انك بتحدد الالوان دي كلها كده مع بعض، تمام؟ لحد ما تخلص الليفل تفضل تلعب، هي دي فكره اللعبه زي كاندي كراش تقريبا، تمام؟ يعني افضل عدي ليفلات، وكل ما تعدي ليفل كل ما بتاخد عملات معدنيه، والعملات المعدنيه دي بتستبدلها بفلوس. طبعا في كذا اوبشن تاني علشان تكسب من اللعبه زي دعوه الاصدقاء، هنتعرف عليهم دلوقتي، بس خلينا الاول كده نتعرف على طرق السحب الموجوده في اللعبه. نضغط على سحب بالشكل ده، تمام؟ هيفتح معانا الصفحه دي، هنا هنلاقي عندنا كذا اوبشن نقدر نسحب عن طريقهم. الاوبشن الاول عن طريق بايبل والحد الادنى بيكون 5 دولار، اما الاوبشن الثاني عن طريق فودافون والحد الادنى بيكون 5 جنيه، وهنا فودافون كاش مش رصيد يا جماعه، عندك اتصالات كاش برضو وعندك اورنج كاش، والحد الادنى 5 او 6 جنيه ومعاك لحد 240 جنيه، تمام؟ تمام. طيب ايه طرق ثانيه نقدر نجمع بيها نقاط من اللعبه او نقدر نجمع بيها عملات معدنيه؟ لو ضغطت معايا على علامه القلم والكراسه بالشكل ده هيفتح معاك الصفحه دي، هنا بيقول لك الفحص المستمر اطلب مكافاه اليوم، ده تاخد 300 ذهبيه كده من غير ما تعمل اي حاجه عن طريق انك تشوف اعلان. بعد كده بيقول لك لما تكمل كل مرحله هتاخد 1000 كوين، 1000 كوين جوه اللعبه برضو. بعد كده بيقول لك شوف اعلانات وهتاخد 300 كوين زائد 2 جوهره. بعد كده بيقول لك مش عارف ايه، قوم بتشغيل عجله الحظ، في عجله حظ هنا. المهم احسن اوبشن هنا موجود هو دعوه الاصدقاء، لو ضغطت معايا على ادخل اي دي دعوه صديق، تمام؟ هسيب لك الكود بتاعي دلوقتي تدخله علشان انت تكسب نقاط وانا اكسب نقاط، تمام؟ لو انت عايز تدخله دخله، مش عايز دي حاجه ترجع لك برضه، يعني انت وذوقك، يعني انت بتكسبني وبتكسب نفسك في نفس الوقت لما بتدخله. المهم انا عايزك انت كمان تكسب عن طريق دعوه الاصدقاء، فتضغط على ادعي الاصدقاء للحصول على مكافآت واضغط على دعوه بالشكل ده، تمام؟ وهتلاقي الكود بتاعك موجود هنا، انسخه وابعته لاصحابك او شير اللعبه مع اصحابك على فيسبوك او واتساب، تمام؟ اللعبه بسيطه جدا وفكرتها سهله جدا وان شاء الله صادقه ولها اثباتات سحب. والشركه دي انا بحبها والله، الفيديو ده ما اعلان ليهم، ولكن الشركه دي بتعمل تطبيقات صادقه. وعايز اقول لكم ان انا كان في تواصل بيني وبينهم من فتره كده، وعشان يضيفوا فودافون كاش واتصالات كاش دفعوا كتير قوي
وكانت الموظفه بتكلمني وبتفهمني القصه اللي حصلت. فاللعبه صادقه ان شاء الله وشغاله زي الفل، وان شاء الله كلكم تستفادوا منها. وبس كده يعني حلقه النهارده خلصت، كانت حلقه بسيطه كده، وبمناسبه ان العيد خلاص فاضل 3 ايام كده، مش عارف بقى ممكن يكون في حلقه كمان قبل العيد عن الربح من الانترنت ولا لا تطبيق زي ده، ولكن هنشوف يعني. المهم اشوفكم في فيديو جديد، صباحكم زي الفل وعسل، واسف لو الحلقه بتاعت النهارده ما كانتش احسن حاجه وانا بتلخبط كتير، بس انا صايم وما اتسحرتش وعطشان يعني، الله يكون في عوني يعني. صباحكم زي الفل وعسل.